مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الا فاضل الانطلاقات متواصله والتحديات هنا تستمر على ارضيه هذا الميدان ميدان الطائف لسباقات الين العربيه الاصيله ومع هذه المنافسات هنا المتواصله في هذا المهرجان الكبير والعملاق والغالي على قلوبنا وعلى قلوب الجميع مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله وطال الله في عمره امير الشباب راعي الرؤيا وراعي الطموح على بركة من الله تعالى إذن أعلنت انطلاقة جديدة في هذا الحفل الكبير هنا الشعارات منطلقة والأسماء مندفعة شوطنا الرابع عشر للحقايق القحتان والمسافة هي 2 كيلومترات نسير إلى البداية وإلى الانطلاقة إلى براية نعم إنه براية يرفع راية الطموح والإبداع مع هذا الشعار مع هذا الإبداع وعلي براشد بن سعيد مع شاهين على الانطلاق الأول النقل والانتقال إلى محير وناصر بن سالم بن علي الهمامي على ثاني المراكز ثالث المراكز وصل راشد بن محمد بن حمد المري مع مهاجر رابع المراكز وصل في هذه اللحظات متعب سلطان بن خليفة بن محمد بن زهرة ولكن العودة إلى البداية العودة إلى الصدارة الله يا برايا برايا مع الإبداع برايا مع الإبداع ولكن مهاجر 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 وراشد بن محمد بن بخيت برايا وبن بخيت واللحظات النهائية الأمتار الحساسة الأمتار الخطيرة الأمتار العملاقة والمجنونة إنه ما سلمنا ولكن سلموا لي عليه راح الإبداع راح الطموح راح الأداء الشهير راح الأداء المجنون سلام يا براية سلام من أعلن الراية ومن حلق في النومات المميزة على أرضية هذا المهرجان وفي هذا على أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان بينما ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات راشد بن محمد بن بخيت ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات هنا راشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري بينما رابع المراكز وصل في هذه اللحظات شعار ناجي بن مشبر بن صالح الرزق العجمي بينما خامس المراكز إذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل ها هو من متعب من أتعب الجميع وانطلق بشعار بالراية لكي يعلن الراية ولكي يعلن الإبداع المميز دقيقتين أو هنا شاهين دقيقتين 58 ثانية 85 جزء من الثانية تهانينا والنماس بينما ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات شعار مهاجر وراشد بن محمد بن حمد المري من قدم لنا مهاجر دقيقتين 59 ثانية 10 أجزاء من الثانية تهانينا والنماس وألف مبروك على هذا الأداء الكبير بينما ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات ظبيان وشعار هنا شعار راشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري من قدم لنا ظبيان ومن قدم لنا الإبداع 3 دقائق ثانية 88 جزء من الثانية تهانينا